بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله جايب لكم لعبة ظريفة جدا هنلعبها مع بعض. تقولي جايب لنا لعبة هنلعب هنقعد نلعب؟ اه هنقعد نلعب، بس لعبة ظريفة جدا هتخليك تتأكد إن أنت اتعلمت الفليكس بوكس صح. عندنا 24 سؤال، يعني المطلوب منك قبل ما أنا أحل الحاجة إن أنت توقف الفيديو وتجرب تعملها بنفسك. افتح معايا الموقع فليكس بوكس فروجي، وافتح الموقع أي حاجة أقف عليها، وقف الفيديو جرب تعملها بنفسك، بعد كده شغل الفيديو. أول سؤال عندنا سهل جدا، بيقول لي إن أنا عايز أعمل الكونتنت بتاعتي اللي هي الضفدعة تروح على اليمين خالص. بنستعمل justify content عشان نخلي العناصر أو ننقل الكونتنت بطريقة أفقية، وعندي فليكس إند في الآخر خالص بالشكل ده. اول سؤال او من الاخر الاسئله الاولى كلها هايفه جدا وسهله. عندنا نفس القصه، جاستيفاي كونتنت للعناصر بتاعتنا في النص، عايز الضفدعه الخضراء تيجي هنا والصفرة هنا، نفس اللي احنا عملناه من شويه، جاستيفاي كونتنت سنتر، فهيجوا طبعا في النص بالشكل ده. طيب بعدها على طول السؤال الثالث، عايز مننا الجاستيفاي كونتنت برضو بالشكل ده. طيب هو عايز مسافات بينهم، دلوقتي هو محتاج مسافات بينهم عشان الخضرة تفضل هنا والصفرة هنا والحمرة هنا. خلينا نجرب justify content space between بالشكل ده، مظبوط مش مظبوط، space around كده مظبوط، جابهم بالظبط في النص. بعد كده عندنا دلوقتي الخضرة تمام، دي هتبقى هنا دي هتبقى هنا، تمام justify content برضو اللي احنا عملناها من شوية، justify content بس المرة دي space between عشان يعمل مسافة بينهم، فهيجوا بالظبط كده في النص. بعد كده عندنا ال align items، عايز يعمل align لل items بتاعتنا، هيخليهم تحت خالص بالشكل ده، align items flex end في اخر الflex، بسيطة جدا دي طبعا مش محتاجة اي حاجة. عندنا بعد كده justify content و align items مع بعض، justify content center عشان يوسطهم بالشكل ده، وبعدين align items center عشان يوسطها برضو بالشكل ده، خدناها يا شباب في الدروس بتاعت الفليكس ازاي توسط العنصر بالشكل ده. طيب عندنا هنا justify content و align items، خلينا نبدأ بال align items عشان نشوف اللي بيحصل. align items هنا flex end هينزلهم تحت خالص، وبعد كده justify content space around يعني اعتقد يعني تمام. بعد كده عندنا السؤال السابع، عندنا دلوقتي عايزين نستخدم الفليكس دايركشن. الفليكس دايركشن هو في العادي دلوقتي رو، هو عايز يعكسهم، فهقول له دلوقتي فليكس دايركشن رو ريفرس بالشكل ده، عملنا الرو ريفرس كله تمام، عمل الرو معكوس. السؤال الثامن عندنا برضو هنا، عايز يخليهم دلوقتي عمود عشان ينزلوا تحت بعض، فليكس دايركشن كولم بالشكل ده، عظيم جدا. طيب السؤال العاشر عندنا فليكس دايركشن وجاستيفاي كونتنت مع بعض. طيب دلوقتي فليكس دايركشن لو خليناه رو ريفرس اول حاجه هيعكسهم، خلينا نعكسهم الاول، فليكس دايركشن رو ريفرس، فكده هيكون عكسهم. بعد كده محتاجين justify حلوه justify دي بقى، justify content flex start عشان نجيبهم في الاول، justify اكيد justify content مظبوطه، flex end عشان الرو معكوس حركه صايعه منه. طيب بعد كده السؤال ال11، flex direction و justify content، نمشي كده بالترتيب. اول حاجة احنا محتاجين ال direction يكون column، فهقول له flex direction column بالشكل ده. بعد كده محتاجين انه ال justify content flex end بالشكل ده عشان يجي في نهاية الفليكس. طيب محتاجين دلوقتي justify content و direction، المفروض direction خلينا نقول له flex direction، دي بنجرب مع بعض column مثلا بالشكل ده، لا عايزين نعكسها reverse عشان هو عايز الحمرة فوق تمام. بعد كده justify content المفروض هو عايز space بينهم، space between، عظيم. ندخل على اللي بعده، الأسئلة بدأت تبقى أصعب وده شيء عظيم جدا.
فليكس دايركشن وجاستيفاي كونتنت والاين ايتمز، الثلاثه مع بعض. طيب فليكس دايركشن المفروض احنا عايزين نعكسهم، فليكس دايركشن عشان عايزين الحمراء تكون على الشمال ريفرس، تمام عظيم. بعدين عايزين جاستيفاي، في جاستيفاي احنا عايزين ننزلهم تحت خالص، هنقول له الاين ايتمز فليكس اند، ننزلهم تحت خالص تمام. وبعدين الافقي بقى جاستيفاي كونتنت سنتر عشان نوسطهم في النص، عظيم جدا جدا جدا. طيب بعدين عندنا دلوقتي الترتيب، هو عايز الترتيب الاوردر بتاع الخضره هنا تمام، احنا عايزين الصفره تبقى في الاخر خالص او الحمراء تبقى التانية. هو دلوقتي بيكلمني في الصفره ان هي الاوردر بتاعها هيكون 3 بالشكل ده تمام. اللي بعده اللي بعده ديسبلاي فليكس الريد، محتاجين الريد اللي هي في الاخر خالص دي بالاوردر برضو، فاقول له اوردر 1 او اوردر 0 دي البدايه. الحمراء هو دلوقتي بيطلب مني الحمراء اللي هي دي مظبوط، مفروض اوردر 1 جت في الاخر خالص تمام. طيب هي دي، يعني انا مبسوط باللعبه عشان في معلومه يعني انا ما قلتهاش في الاوردر، فكويس جدا ان احنا يعني جينا هنا. الاوردر سالب 1 بيجيبهم، بيجيب العنصر ده قبل كل العناصر، دي حاجه ظريفه جدا وكويس ان جت في اللعبه هنا، يعني علشان هو هنا انت مش عارف ترتيب العناصر اللي بعده كام، فالسالب 1 جابوا لي في الاول خالص. كويس جدا اللعبه دي والله، انا بشكرك ان هي يعني فكرتني بالنقطه دي. دلوقتي عندنا display flex align items flex start. طيب عندنا دلوقتي الflex ال align self، احنا محتاجين الضفدعة الصفراء لوحدها، يبقى align self flex end لوحدها كده مع نفسها في الاخر. طيب عظيم، دلوقتي عندنا الorder وال align self. طيب ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للضفدعة الصفراء. احنا عندنا دلوقتي اتنين ضفدعين صفر، فهقول له هو محتاج مننا align self flex end بالشكل ده، وبعدين نرى order مثلا 5 بالشكل ده عشان يجي بعيد عنهم كلهم في الاخر. عظيم، الاسئلة بدأت تبقى جميلة وحلوة. دلوقتي احنا عاملين نو راب عشان ما يعملش راب في العناصر كلها جايه جنب بعضها، المفروض نعمل دلوقتي رابنج، فهقول له فليكس راب راب عشان ينزل العناصر تحت بالشكل ده. سؤال سهل جدا المفروض كان يجي في الاول بس ما علينا. طيب دلوقتي احنا عايزين بالفليكس دايركشن والفليكس راب مع بعض. طيب الاول لازم نعمل فليكس راب بس نفهم هو عايز ايه، فليكس راب راب ولا هيعكسهم. تمام فليكس راب وفليكس دايركشن، والفليكس دايركشن المفروض يكون كولم بالشكل ده، عظيم. المفروض نستخدم بقى فليكس فلو بس مفيش مشكلة، فاضل لنا شوية أسئلة بسيطة اهو. طيب هو نفس اللي أنا كنت بقوله، هو عايز مننا الفليكس فلو عشان نحط فيها الكونتين بتوعنا. فليكس فلو احنا كنا قايلين له كولم الأول أو راب، الأول راب عشان نعمل لهم راب وبعدين كولم، عظيم. اللي هي الفليكس دايركشن والفليكس التانية الاتنين مع بعض. طيب هنا عندنا الفليكس راب عامل راب عادي زي الفل، محتاج مننا ايه هو دلوقتي؟ انه يبقى ان كلهم يبقوا في الاول فوق خالص. طيب align content flex start، عظيم. هنا يا شباب الالاين كونتنت اللي قلنا عليها، لو قلنا align items هيعمل مسافات بينهم، خلينا نجربها بس بالمرة اهي بالظبط، عايزين align content، عظيم جدا. كام سؤال هم فاضلين والمتعة هتخلص. عايزين دلوقتي الالاين كونتنت عشان يخلوا الضفادع تحت خالص. طب ما دي سهلة برضو، الالاين كونتنت فليكس اند يخليهم تحت خالص، سؤال سهل جدا مش عارف ليه جايبينه في الاخر خالص كده، او جايز الترتيب ملوش علاقة بالصعوبة. طيب هنا عايز مننا ايه؟ عايز الدايركشن والكونتنت مع بعض. طيب الفليكس دايركشن، طيب لو قلنا align content center بالشكل ده حلو، align content center بعد كده الدايركشن بقى هنخليه column reverse، هنعكس الكولوم، عظيم حلو جدا.
آخر سؤال يا ترى يكون صعب ولا سهل؟ آخر سؤال كله بقى، كله في بعضه بقى، ده سؤال عايز فيديو لوحده. طيب يا شباب، أنا وقفت الفيديو دقيقة كده أحاول أفهم هو عايز إيه. يعني خلينا أول حاجة flex direction column reverse، هنعكس بس كده الأعمدة. تمام، المفروض دلوقتي إني أخلي ان انا اعمل الرابنج. هو دلوقتي عايزين رابنج لان العناصر دي كلها مش واخده الشكل السليم، عايزين نعمل رابنج بس رابنج معكوس. هعمل دلوقتي مثلا فليكس راب، خلينا نقول راب الاول. طيب لو راب ريفرس بالشكل ده عظيم جدا. عملنا الراب ريفرس، محتاجين دلوقتي خاصيه تاني اني اعمل مسافه بينهم، مسافه بين يعني سبيس بتوين. هقول له دلوقتي align content space between. عظيم جدا جدا جدا. فاضل لنا حاجة دلوقتي بقى، ايه هي؟ ان انا اخلي ال content في النص عشان الضفدعتين الصفر دول. خلينا اقول له justify content center. عظيم جدا عظيم جدا 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 والحمد لله كده. تمام يا جماعة، يا رب تكونوا استمتعتوا باللعبة، وفي ألعاب جميلة برضو للجريد والحاجات دي. نشوفكم إن شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.